لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. إلا كانت للا خديجة هذا الإرث عنده علاقة بالتأمين وعنده علاقة بالبنكة، فأيضا المسألة البنكية راه عندها قانون خاص، راه تقريبا منبثق من روح الشريعة الإسلامية. راه ما كيقول لك بأن هذا الأمر كيمشي للورثة، وكاين التأمين اللي هو توا الشيء المباح. التأمين هو صندوق تضامني تكافلي، ملي كيوقع الإنسان نكبة الناس كلهم اللي مشاركين في صندوق التأمين يعطى من ذلك الذي أصابته النكبة. هو عبارة عن تضامن وتكافل بين الناس. فكنظن أن المسألة راهي واضحة وبسيطة. ربما المسألة فين كاين المشكل ديالها؟ هو المشكل في النفوس. ربما النفوس خصها تطهر. أحيانا كتلقى بعض العائلات هكذا في صراع وكيقولوا لي أجي دخل معنا بخيط أبيض باش نتقادوا. أول ما نبدأ به كنقول لهم جيبوا لنا الصورة ديال الهالك، الصورة ديال الفقيد. فكيجيبوا الصورة كنحطوها أمامنا كنقول لهم شوفوا اعتبروا أن صورة هذا الشخص كأنه معنا، راه جالس معنا، راه في قبره، راه يسمع وراه يرى ويستشعر كل شيء، راه الميت يسمع ويرى، كما قال الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. راه يسمع ولكن لا يستطيع أن يعبر ولا يستطيع أن يتخذ أي موقف، لأنه دخل إلى عالم آخر، من عالم الفناء إلى عالم البقاء. إذا ذكرناه بالسوء نؤديه، إذا ذكرناه بالخير تؤمن عليه الملائكة وترفع مقامه إلى أعلى عليين. واحد كان كيتكلم كثير على الفقيد ديالو بالسوء والحسابات المالية، الغد لي قال لي رأيت رؤية منامية. أشفتي؟ قال لي رأيت فلان كان والده، رأيته جالس ممتد وهو يلبس كفنه، لبس الكفن. قال لي وأنا جئت بمنشار ثم بدأت أقطع في أجساده، فقلت له ويحك ويحك أمسك عليك لسانك. قلت لي دابا داك الميت را غاضب منكم. قال لي ماشي غير أنا، را خوتي كلهم كانوا كيتنازعوا وأنا واحد منهم، علاش قصدني أنا؟ علاش أنا بالضبط؟ قلت لي أنك أنت كان وضع فيك واحد النظرة كبيرة، كان وضعك في واحد المقام رفيع، كان واخد عليك واحد القيمة، ولكن خذلتيه. كان كيتسناك انت تكون هو مول العقل، صاحب القلب الكبير، ولكن خذلتيه. والله هذا السيد ملي رجع عند خوتو وقف على العتبه ديال الباب، لقاو مجتمعين كالعاده في المائده المستديره وكل واحد هز الشوكه ديالو، وقفوا في العتبه ديال الباب. قال لهم باختصار انا غنقول لكم خديت الورث ديالي. قال ليش خديتي؟ قال من الورث ديالي هما انتوما خوتي خواتاتي وحبابي، انتوما هما دمي ولحمي، انتوما هما اكبر ارث خديته. وجد جا عندهم قبل لهم رؤوسهم واحد واحد واحد، وقال لهم سمحوا لي إلا كنت خطأت فيكم في شي كلمة، سمحوا لي إلا كنت أذيتكم بشي حاجة. وبدك يبكي معهم، ثم خذ المعطف ديالو وانصرف. قال لهم اللي جا في النصيب ديالي ردوه على من هو فقير، فلان وفلان وفلان أعطوه لهم، الله يسامحكم والله يسامح لي. وزاد في حاله، نازل على كل شيء. سبحان الله، دازت الأيام ودازت الشهور دازت السنوات، بضع سنوات، هذاك السيد فاض عليه الرزق، والله فاض عليه الرزق. هذه عائلة كنعرفها وعشت معها المعاناة ديالها. هذاك السيد ما عرفش كيفاش ربي عز وجل قال لك يوضع يده على التراب يصبح ذهبا وفضة ولؤلؤا ومرجان. فين ما مشى كيلقى رابح، ديما رابح 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 رابح، غادي والرزق تابعه. كيقول لي ها أنا ذا بين يديك خذني إليك، الرزق تابعه. والآخرون أحدهم اللي كان عنيف واللي كان كيتحاسب، الله يستر بنت فيه العلامة وبنوا في الوليدات ديالو، اللهم لا شماتة، طلبوا الله السلامة والعافية. فكان بغي نقول لهاد الناس وقال لك يسمع فينا الآن، ربما هذا مشكل راه كان في عدد كبير من العائلات، الإنسان يصبر ويحتسب، يكون عندنا فن التنازل، ونعلم بأن الرزق راه موجود وكثير. الله تعالى هو الرزاق، راه كما رزق هذاك الميت أعطاه واحد القدر ديال المال، أنت حي مازال يعطيك، ولا عطاك العاطي ما تحرص ما تواطي، ربي كريم سبحانه وتعالى.
فلالة خديجة الله يصبركم، اللهم تعالى يجزيكم صبر الأنبياء وصبر المرسلين، الله يرحم الفقيد، اللهم تعالى يسكنوا فسيح الجنة ويجعلوا في أعلى عليين مع الأنبياء ومع الصالحين، والولدات ديالك الله ينبتهم نابة حسنة، يكونوا يا ربي ناجحين فالحين مباركين، والوالدة ديال الفقيد الله يشفيها الله يعافيها الله يخليها لكم بركة وتكون لكم بحال الثرية كتضوي على الجميع، والإخوة والأخوة تاع الفقيد الله يتولهم بالعناية والرعاية، الله يوحد الكلمة ديالهم، الله ينقي القلوب ديالهم، وذاك اللي كان أو اللي كانت فيه محار عنده واحد الشوكة نطلب الله يهدينا ويهديه للطريق المستقيم ويرد بنا وبه إلى ما يحبه ويرضاه ويكون هينا لينا. احنا الموت لابد أن نأخذ فيها العبرة والعظة، هادموا المال راهو ما دام معه والو، راه خرج من الدنيا حافي القدمين عالي الجسد، وهكذا نحن جميعا كلنا سوف نخرج من الدنيا حفاة عولة، كون كان هذا المال فيه الخير كان يديه معه، ولكن ما دام معه والو، بمعنى أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. أما عن الشق الثاني من السؤال وهو قضية الميراث، هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى فصل فيه. أنا أتعجب من بعض الناس بعد وفاة الفقيد كيبدأ اللغط والجدال حول الميراث. الميراث هو محدد مبرمج في القرآن الكريم ليس فيه أي اجتهاد، تقريبا 95% في الميراث ما في اجتهاد، لأنه ثابت بالقرآن الكريم وبما فصلته وبينته السنة النبوية الشريفة، وكل من يريد أن يغير أو يبدل هذا تطاول على كتاب الله عز وجل. فلالا هذا الشريف الله يرحمه الفقيد مشى عند الله تعالى، خلى زوجة وخلى أولاد ذكور وإناث وخلى أم، فمعروف في الشريعة الإسلامية أن الأم عندها السدس والزوجة لها الثمن، وما تبقى يقسم على الأولاد ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه القسمة انتهت. هذا ليس فيه اجتهاد، هذا كله تطبيق لحرفية القرآن الكريم، الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن، ما بقي هو للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة لا دخل لهم، الإخوة لا دخل لهم، خصوصا إذا كان عندك مولود ذكر. الإخوة الله يغفر لنا ولهم، هما الحق ديالهم هو أنهم يساندوكم، يتهلاو في هذ الأيتام، ياخذوا بيديهم يوقفوهم على رجليهم، يتهلاو فيهم باش يواصلوا الدراسة ديالهم والتعليم، هذا هو الدور ديال الإخوة، ماشي يزاحموكم أو يدخلوا من جهة الأم، كيسموها مسمار جحا. إذا كانت القضية قابلة للقسمة تقسم، إذا كانت غير قابلة للقسمة كنرجعوا لمسألة أخرى. الفقهاء عندهم ما يسمى بالعرف، ملي كنبغيو نقسموا الميراث، إذا كان ميراث يقسم، مثلا هذا السيد الله يرحمه خلى لنا رصيد بنكي، أموال في البنك مثلا، هي واضحة هي قابلة للقسمة، كنقسموها بهذه الطريقة، الأم السدس، الزوجة الثمن، ما تبقى نقسمه للذكر والإناث، كل واحد عود الأخرى نسعود، واضحة. إذا خلى مثلا شي بهائم في البادية، خلى نعيجات أو بقيرات، أو خلى منتوجات فلاحية، حقول ديال القمح أو ديال القطاني أو ديال الكروم أو التمار، كله قابل للقسمة. لكن إذا كان المنزل، المنزل غير قابل للقسمة، واحد المنزل سكن فيه الزوجة وسكن فيه الوليدات والأم كتسال فيه السدس، ولكن كي غنديروا القسمة؟ هنا الفقهاء كيقول لك نلجأ إلى العرف وإلى المصلحة، وهي أن الوضع يبقى كما هو عليه. هذيك الأم اللي عندها السدس إما كندير واحد الترتيب معها، هذوك الوليدات راه الحافدة ديالها، وهذيك المهم راه هي الحاضنة عليهم وهي أمهم هما فلت كبيدها، يعني ما عندك ما تدير، راه منك وإليك لحمك ودمك. كاين الأمهات الصالحات بالفتوى ديال الفقهاء كيقول لك هذيك الأم اللي عندها السدس كدير تنازل، كتقول لك أنا الحافدة ديال ولدي، بغيتهم نشوفهم معززين مكرمين منعمين، أنا نجي عندكم مرة مرة غير نطلع عليكم، نجلس معكم شي أيامات ونشوفكم ونعنقكم ونشوف فيكم الصورة ديال ولدي ونشم فيكم الريحة ديال ولدي. هكذا العرف
ما تفعله الأمهات الصالحات. إلا لم توافق على ذلك كانت ممرمجة وشي واحد ربما حرضها. ديك الساعة كنديروا واحد العمل آخر، كنديروا تقييم ديال ذاك البيت وكنعطيوها النصيب مالا. كنقول لها هذا البيت مثلا كيسوى مثلا 50 مليون أو 60 مليون مثلا، أنت عندك السدس يعني كتسالي 10 مليون نعطوها لك بالتقسيط وإن شاء الله يكون خير. وفي الغالب هذا ما كيكونش، لأن الأمهات ملي كيفقدوا ولدهم كيعود ولدي الولد أعز وأحن عليهم من أولادهم. لكن للأسف كيقدر يكون شي واحد في الأسرة كيقوم بالتحريض وكيقوم بإشعال وإدكاء نار العداوة. كنقول هذا الصنف من الناس إخواني الفضلاء، راه قلنا في أول حلقة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، راه اللي كيدير المناورات واللي كيحاول يضرب الآخرين راه تدور الدائرة، تدور الدائرة وتعود على صاحبها. العرب أيام زمن ماذا قالوا؟ من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. وربنا عز وجل قال في هذا المعنى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إنسان إما يدخل بخيط أبيض ويقاد ويحاول يجمع الشمل ويحاول يتنازل. راه في الثقافة ديال روح الشريعة الإسلامية عندنا في تقسيم التركة عندنا ما يسمى بروح التنازل. الصلحاء والفضلاء كتلقاه هو الأول كيتنازل، كيقول لك أنا الورث الحقيقي اللي خلاو لي والدي ولا خوتي راه هما نتوما، هما هاد الكائنات البشرية اللي هما خوتي وخواتاتي وولادي وبناتي ولاد خويا ولاد هما الورث الحقيقي. أما المال غوسخ الدنيا راه يمشي ويجي، وكاين اللي كيعطي من عنده باش يبقى الشمل مجموع وتبقى الحالة مجموعة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.